وفي تلك اللحظات العصيبة تتعالى صرخات الأمهات اللواتي يحملن الأطفال، وترتفع أصوات الآباء الذين يحاولون حماية أسرهم. فخلال الساعات الماضية تداول المستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للعائلات الفلسطينية ممن أجبرهم الاحتلال على النزوح وهم يصرخون من تلك المعاناة الشديدة التي يعيشون فيها على مدار الأشهر الماضية. قصة حياتهم أصبحت عبارة عن قصة شعب يواجه الموت في كل يوم ولا يعرف سوى النزوح وسط الدمار والركام. فلنشاهد. حسبنا الله ونعم الوكيل. ايش سوينا احنا؟ ايش سوينا؟ عطلونا هيك؟ ايش اللي عملناه؟ تخيل انه انا طالع من بيتي ومش عارف، ما فيش مكان اروح عليه، مش عارف وين اروح، يعني ايش بدهم اياه؟ انا مش عارف. لو وقتيش هذه المعاناة بكفي يا ناس، بكفي يا عالم، وقفوا هذه الحرب بكفي. الناس مش تعبت، الناس انتهت، كانوا تعبانين الآن احنا انتهينا، بكفي بكفي. ايش بتكون اكثر من هيك يا عمي؟ اقضوا علينا، موتونا رايحين اهون، موتونا ارحم من الحياة هذه، موتونا. رمنا بعض الصوانة، اخلوا المدرسة، صاروا الناس تجري ما تدري وين نروح. الناس بتبني بالشوارع قاعده، ماما يا الناس الساحه، الشوارع وين نروح؟ وين نروح بمع وضايل؟ حتى الدور وحتى كل شيء وين نروح؟ اللي صار معنا انه كنا متواجدين في منطقه التفاح، تمام، في منطقه الشجاعيه اللي هي غرب شارع صلاح الدين. فجاه اللي هي صوت القذائف، صوت الطائرات والحزمات الناريه بشكل مفاجئ ارعبت المواطنين، تمام، مما ادى الى نزوحهم. زي ما انت شايف الاعداد فوق العشرات الالاف، استهدفوا مدارس، داووا النازحين، هناك برضه عشرات الشهداء غير الجرحى، ومستشفى المعمدان طبعا اخلوا جميع المستشفيات ومراكز الايواء في منطقه شرق غزه.